الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أول ما بدأنا الحديث المتصل عن الفانكشنز وإحنا في بالنا حاجة ثابتة، هي أن كل فانكشن لازم يكون لها اسم معين بيتكتب بعد الكيورد فانكشن، لكن الحقيقة هو أن في أشكال تانية من الفانكشنز مش دايما بنحتاج فيها نعرف باسم الفانكشن. طيب وجود اسم للفانكشن بيدي لك مزايا كتير، انك مثلا تقدر تعمل لها ديفايننج، انك مثلا تقدر تعمل لها كولينج، انك تقدر من خلالها تمرر داتا تعمل باسنج لبارامترز جواها، تقدر من خلال اسم الفانكشن تنادي عليها اكتر من مرة في اي جزء من اجزاء السكريبت في الكود. كلام جميل ومنطقي ومظبوط، لكن يا جماعة جافا سكريبت فيها نوع من انواع الفانكشن اسمه انونيموس فانكشن. الانونيموس فانكشنز ديت عبارة عن فانكشنز ما بيكون ليها اسم. شيطان يعني؟ طب يعني راح ننادي عليها ازاي في الكود؟ علشان كده علشان هي ملهاش اسم لازم يتم تمريرها او اسنادها لفاريابل او ايفنت او اي اوبجكت مشابه. خلونا نبدأ السيشن عملي ان احنا راح نعرف متغيرين. المتغير الاولاني راح نسميه ايه وهنحط فيه القيمة 10، والمتغير الثاني راح نسميه بي وراح نحط فيه القيمة 15. جميل ممتاز. راح نبدأ كمان بتعريف متغير ثالث فارسي، وفارسي ده هو اللي راح يكون المرجع الريفرنس اللي راح نسند ليه الفانكشن انونيموس او الانونيموس فانكشنز دي. جميل، فراح نكتب الكيورد بتاع ادراج او تضمين فانكشن عادي، يعني الكيورد بيكون عباره عن فانكشن. جميل، ولان هي طبعا ما لهاش اسم فانا مش هكتب اسم بعد الفانكشن. ممتاز، هفتح البرينثيسيس كاني همرر داتا، لكن انا مش راح امرر داتا. ذن عادي جدا كالعاده هفتح اتنين كيرلي بريسز. جوا الكيرلي بريسز ديت يا جماعه راح نبتدي نعرف متغير ونسميه ريزلت. الفاريبل ريزلت ده راح نستخدمه ان شاء الله باذن الله بعد جمله الشرط اللي جاي. حلو كده؟ خلونا كده نستخدم البرنامج اللي احنا راح نعمله، هو عايز يقارن ما بين الاي والبي انه اكبر يعني. تمام، فاحنا راح نستخدم جمله شرط بس بالترنري اوبريتورز، يعني هنقول ايه اكبر من بي، وبعدين هنحط علامه الاستفهام، وبعد ما نحط علامه الاستفهام هنكتب الامر الاولاني اللي هو هيكون مثلا document dot write ما بين دبل مش عارف ايه، هنكتب مثلا نقول ايه اللي هي مش نقول خلينا نقول ايه الاول قيمه الفاريبل ايه زائد نقول كلمه is the greatest، على اساس ان رقم ايه يعني هو اللي اكبر في حاله ان الايه هي الاكبر. تمام كده، نعمل دات ونحط الكولن نوت السيمي كولن النص الثاني، وخلينا ننسخ نفس القصه دي علشان نعكس السيناريو. وانت عارف ان الشطر الاولاني ده بتاع الجزء الموجب والشطر الثاني ده بتاع الجزء السالب او في حاله عدم تحقيق النص الاولاني، فبالتالي هيكون بي از ذا جريتست او القيمه الاكبر. حلو كده، جميل جدا. دوكيومنت ترايت اوكي هو احنا كده. طيب مش بحاجه لان احنا نعرف ريزلت يا شباب، احنا مش عايزين الفاريبل ريزلت ده في حاجه، خلاص يعني نقول A و B بشكل مش محتاجين سي رايت. وبعدين نروح ننده على طيب اوكي، انت عارف ان كده مش راح يحصل اي شيء في الكود لانك انت ادرجت الفانكشن بس لسه ما ناديت عليها. طب منادي عليها ازاي؟ انت بتنادي على الفانكشن بالفاريبل اللي انت اسندتها ليه، يعني انت بصدد انك تكتب سي ما بين دبل برينثيسز انتر. فبيقول لك انت قال لك 15 is the greatest. تمام كده، اثبت لك تاني، خلي ده مثلا يا جماعه 17 ونعمل سيف، فهيقول لك 17 is the greatest. يبقى القصه شغاله معانا بشكل سيء. يبقى هو ايه اللي حصل بالظبط يا جماعه؟ انت اسندت قيمه الفانكشن لفاريبل اسمه سي، او لما جيت ناديت على السي
فراح بص لجن السي ده عبارة عن function، فانت بمجرد ما انك تكتب الـ variable سي راح يستدعي لك الـ function. ممتاز. طيب اوكي خلونا طيب السؤال اللي جاي بقى، انا هحط البرامترز بتوعي فين؟ عادي انت ممكن تحط البرامترز بتوعك جوه البرنتسيز اللي جنب الفانكشن ديكلاريشن كيورد، صح؟ بجد يعني؟ اه بجد مش راح يحصل حاجه. خلينا طيب نقول 18 وكوما وبعدين 20، طبعا النتيجه انت عارف انها هيكون المفروض يبقى في بالك، لو انا عملت سيف دلوقتي تقول لي ايه اللي راح يحصل؟ اوكي و خلونا نمرر، انا اسف جدا، المفروض طبعا ان اكتب ايه الكيوردات البرامترز بتوعي، ايه مثلا وي بي ده اللي انا كنت اقصده، لو انا عملت سيف المفروض تبقى في بالك القصه باني انديفايند ذا جريتست، صح؟ لانك كتبت ايه ولسه ما صرحتش عنه، اصرح عنه فين؟ اه اكزاكتلي بتصرح عنه في البرنتسز اللي انت بتنادي عليها في جمله المناداه، عارف انت؟ كانك برضه مسمي الفانكشن سي وبتحاول تنادي عليها. فهتكتب مثلا قيمه الايه لو كانت 18 ويكوما قيمه البي لو كانت مثلا 15، فهيقول لك هو لو انا عملت سيف 18 اذا جريتست من ال 15 كده، هو ايه هو شغل الاثنين دول، بدل ان لو حذفت الجزء ده مش راح يحصل شيء، ادينا خلينا احذفه ما في اي شيء حصل، لان طبعا الفانكشن واخده بارامترز اي وبي، فبالتالي هو هيشتغل على البارامترز اللي واخداهم الفانكشن. ده نوع من ضمن انواع الفانكشن، unnamed function اسمه anonymous function. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.